هذه هي ربما أخطر وأحدث تهديدات فيما يتعلق بتفاقم الوضع الإنساني وتداعياته الكارثية أيضا على معيشة ملايين السكان اليمنيين. منظمة الأمم المتحدة كانت حذرت في بيان أمس الاثنين أن أكثر من 3 ملايين شخص معرضين لخطر الموت جوعا مع هذا الانهيار الكبير في أسعار العملة المحلية التي فقدت أكثر من 300% من قيمتها خلال الأيام الأخيرة. سجل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة انهيارا قياسيا أمام العملات الأجنبية وصولا إلى 850 ريالا للدولار الواحد في تعاملات مساء أمس الاثنين مقارنة ب 215 ريال عشية اندلاع الصراع المريض الذي يمزق هذا البلد منذ 4 سنوات. ضاعف أيضا تراجع صرف العملة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الغذاء والوقود في وقت تتحدث في بعض المنظمات الحقوقية عن سقوط أجزاء من البلاد بالفعل في دائرة جوع. المملكة العربية السعودية أعلنت عن خطوة لدعم الحكومة المعترف بها دوليا وذلك من خلال منح البنك المركزي اليمني 200 مليون دولار أمس الاثنين بناء على التماس من الرئيس اليمني عبد الرب منصور. هذه عقب اجتماعات حكومية أقرت إجراءات مشتركة بتنسيق مع التحالف بالقيادة السعودية. المنحة السعودية الجديدة ساهمت مؤقتا في كبح تدهور الريع في سعر العمرة المحلية التي تراجعت إلى 700 ريال للدولار الواحد هذا اليوم من 850 ريال في التعاملات المسائية أمس الاثنين، لكن الشكوك ما تزال قائمة في الحقيقة حول فعالية هذه المنحة في احتواء انهيار العملة المحلية وتعزيز دور المصرف المركزي المفلس في الأساس. لا. كانت المملكة العربية السعودية قد قدمت وديعة مالية قيمتها 2 مليار دولار وكذلك أيضا منحة نفطية بقيمة 60 مليون دولار، لكن هذه التمويلات السعودية لم تكن متاحة إلا في غضون أيام القليلة الماضية. شكرا جزيلا لك.